السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعينا في القناة من جديد. أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة يا رب. هل عانيتم دوما من تساقط الشعر وبهتانه؟ وهل قمتم بتجربة كل أنواع الشامبو لزيادة كثافة الشعر دون جدوى؟ إذن فالحل يكمن في المكونات الطبيعية لمعالجة الشعر وزيادة كثافته ولمعانه ونعومته. فاليوم في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم طريقة عمل شامبو بنبات السدر. فنبات السدر متوفر عند متاجر العطارين، ولتصنيع شامبو السدر منزليا بدون عناء أو تكاليف ولضمان نتيجة آمنة على الشعر مهما كان نوعه. فبداية أدعوكم فضلا بالاشتراك في القناة، وذلك على الضغط على الزر الأحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا فور نزولها. ولا تنسوا وضع لايك وتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لإفادة غيركم. فوصفتنا لليوم سوف تعود على الشعر بفوائد كثيرة، ومن أبرزها أنها تقلل القشرة والحكة، كما أنها تعالج خشونة الشعر وتعالج كذلك الأطراف المتقصفة، تعالج الشعر التالف، تساعد هذه الخلطة في جعل الشعر طويل وكثيف بسرعة. فطريقة تحضير هذه الوصفة، نأخذ إناء نضع فيه تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من مطحون السدر، هنا الكمية حسب طول الشعر وحسب الاختيار. ثم أضيف إليها الشامبو، وطبعا أضيف القليل من الماء لهم، وأبدأ بمزج المكونات جيدا حتى تتجانس لنا المكونات مع بعضها البعض. بعدها أقوم بتغطية الخلطة مدة ربع ساعة قبل الاستخدام. فالاستخدام هنا يكون عادي، أي تقومون بوضعه على الشعر ثم تقومون بغسل الشعر بالطريقة العادية. فطريقة الشامبو مع السدر تخفف من تركيز المواد الكيماوية الموجودة في الشامبو، وهنا الضرر يكون أخف، أي نكون قد خففنا من تركيز المواد الكيماوية المتواجدة بالشامبو. فالسدر استخدم منه القدم من قبل النساء في غسل شعرهن بدلا من استعمال الصابون قبل اكتشاف شامبو الشعر. وهنا لفوائده العديدة التي يمنحها للشعر، حيث أنه يعالج قشرة الرأس ويقضي كذلك عليها نهائيا، ويفرد الشعر ويتركه ناعم ويلمعه يقويه، كما أنه يحافظ على الشعر من التساقط ويزيد من كثافته. لذلك يعتبر السدر علاجا طبيعيا فعالا لجميع مشاكل الشعر، ويوجد عدد كبير من النساء يضيفون السدر إلى الشامبو بطريقة سهلة وبسيطة دون أي تكلفة كما رأيتم في هذا الفيديو. فهذه هي وصفتنا لليوم، فأتمنى أن تنال إعجابكم. وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك، ولا تنسوا كذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي في فيديو جديد مع وصفة جديدة إن شاء الله، ودمتم في أمان الله.